900 ألف فلسطيني ما زالوا في شمال القطاع ومدينة غزة رغم التحذيرات الإسرائيلية لهم بالتوجه جنوباً. هذا ما أكدته وزارة الداخلية في غزة، مشيرة إلى أن معظمهم نزحوا داخلياً إلى مراكز إيواء أو عند أقاربهم. ويواجه من ظل في هذه المناطق كارثة جديدة، مع إعلان خروج جميع المخابز في محافظة غزة وشمال القطاع عن الخدمة بسبب تعرض بعضها للقصف الإسرائيلي، فيما توقف بعضها عن العمل بسبب نفاد الوقود وعدم توفر الدقيق، ما ينذر بكارثة خطيرة. الأمر هذا دفع الغزيين للعودة للطرق البدائية في شمال القطاع وجنوبه لتوفير الخبز، من بينها إعدادها بإشعال النار على الحطب أو حتى باستخدام مخلفات ورقية. بساعد أمي تعرفش تعمل حاجة النار، تعرفش تولع النار، أنا بولع لها وبعمل لها عشان هي ما تتغلبش، وغاز كمان فيش شيء وكهرب ما فيش شيء.